يفتتح الجزء الأول من القرآن بأم المثاني، الآيات السبع العظيمة تجمع الثناء على الله ثناءً جامعاً لوصفه بجميع المحامد، والتعبد بالأمر والنهي، وإثبات البعث والجزاء، وتغرس مفهوماً عظيماً للمسلم بأن الأمر كله بيد الله. ثم ينتقل الجزء إلى سورة البقرة، سورة مدنية عظيمة وأطول سور القرآن الكريم، سنام القرآن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، سميت باسم قصة البقرة التي وردت فيها. تحدث الجزء عن معنى الاستخلاف وشروطه، بدأ بآدم الخليفة الأول وانتهى بإبراهيم نموذج الخليفة الحق، وبينهما ذكر بني إسرائيل الذين عصوا فاستبدل الله بهم لغيهم وتكبرهم. فيبدأ من قصة المستخلف التائب آدم عليه السلام، بعد صراع الحق والباطل على الأرض يشاء الرب سبحانه أن ينزل خليفته مؤيداً بما يعينه على الخلافة، فسخر له الأرض وما فيها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. بعد أن خاض تجربة عملية مع الشيطان عدوه الأكبر إلى يوم القيامة، تجربة كلفت آدم الخروج من الجنة ليبدأ حياة الاستخلاف في الأرض هو وزوجته، أغواهما الشيطان وكان سبباً في خروجهم من النعيم، ليعلن بذلك بداية المعركة بين الحق والباطل، معركة لم تزل إلى أن يشاء الله بين الأنبياء وأتباعهم وبين الشيطان وأعوانه. ويذكر فيها معناً غاية في الأهمية، غفران الله لآدم وزوجته بعد أن عصيا الله وهما في جنته، ليفتح التواب لنا باباً للمغفرة لا يسده الشيطان ووساوسه، هكذا إلى يوم يبعثون. ثم ينتقل الجزء للحديث عن بني إسرائيل، أكثر الأقوام التي بعث فيهم الرسل، إلا أن انغماسهم في الحياة المادية أعمى أعينهم عن رؤية الحق، فطغوا وطلبوا ما لا يطلب، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انغمسوا في المادية، مادية قادتهم ليعبدوا عجلاً له خوار، ويعتدوا في يوم السبت على ما حرم الله طمعاً في الربح والمكسب على حساب الدين، تقتيل للأنبياء وكفر وعصيان لآيات الله. وينتهي بهم المطاف مع قصة البقرة، ليكون الاستبدال عاقبة طبيعية للإغراق في المادية. ثم تأخذنا السورة في رحابها إلى قصة النبي الذي كان أمه، إبراهيم عليه السلام. كما بدأت السورة بذكر الاستبدال بسبب المعصية، ختمت الجزء الأول بالخلافة بسبب الطاعة، فالنبي الذي ابتلي بلاءً شديداً ألقي في النار، أمر بذبح ولده، وترك أهله في صحراء قاحلة. قال الله عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. لم يصبر على البلاء فحسب، لم يقم بما أمر فحسب، بل أتمهن على وجه الكمال، فاستحق أن يكون خليفة وإماما للناس. تجلى في هذا الجزء معان عظيمة للمسلم، فهو خليفة لله في أرضه بما أمر الله، واستحقاقه لهذه الخلافة إنما بالاستسلام لله وإيمانه بالغيب تمام هذا الاستسلام، والعاقبة التأييد والنصر. فنار إبراهيم كانت برداً وسلاماً، وابنه الذي أمر بذبحه فدي بكبش عظيم، وأهله الذين تركهم في الصحراء تفجرت من تحت أقدامهم زمزم، سقاية للناس إلى يوم يبعثون. آية الله للمتوكلين، وأن دين الله صبغة تظهر على المسلم بسمته وأخلاقه، فلا يترك بعضه ويؤخذ بعضه، وأنه يؤخذ بكله لا عن هوى النفس، بل طاعة واستسلاما. حتى وإن خفيت الحكمة فتمام إيمانك ثقتك بمولاك، ولو رأيت الظلم يزداد من حولك لا تساورك نفسك بحكمة الله، بل تعلم أن الله يمهلهم لتعظم عقوبتهم، فلا فعل من غير جزاء، فهو العدل سبحانه.